بدأ النقاش حادا بينهما، كل واحد منهما يدافع عن فكرته بالحجة. هذا العون وهذا المواطن يتناقشان حول فاتورة الماء. يعملوا لي فاتورة أخرى، نقعد 20 يوم، استنى 20 يوم أخرين. عليه؟ ما وقت تاخذ احنا الرولاف، تاخذ الرولاف، خذ على الرولاف هذيك، ما عندك ثقة في المنقلة. اطلع صلح المنقلة نتاعك. أغلب المشاكل التي حامت حول فاتورة الماء غلاؤها، توقيتها، العداد ومشاكله، أما المصداقية فهي في الميزان. الفاتورة ولات تجي خالية. والواحد من الثورة التواقع سبحان الله يعني ما عادش مقبل الحساب، سواء فاترة الضوء ولا فاترة الماء. هنا المتروات نتاع المترو كب نتاع الماء معناتها تفوت ال 40 متر كب، معناها كان ب 28 فرنك معناتها يولي ديريكتمون يطلع ل 170، معناتها زيادة مشتة. شكون هو اللي ما ياكلش 40 متر كب؟ واحد كيفي انا دونك تسكرت الماء ما جاتنيش، وجاو وقصوا لي الماء وتزيد هكا الخلاص نتاع الماء، تسكرت الماء انا ما جاتنيش. هذا السيد ما هو ساكن في الدار، الكونسوماسيون هذيك هي، ما هو ساكن في الدار. حالات من التململ في صفوف المواطنين، وضبابية في الاجراءات التي يتخذها العون من وقت رفع العداد الى حين بعث الفاتوره، اما معلوم الدفع في اغلب الاحيان غير معلوم المصدر. لقيت اشكاليه في الكونتور، اللي الكونتور متبلوكي مده عام، وانا نخلص في 140 و 150، ما كنتش نخلص في هكا. قداش كنت تخلص؟ خلص 40 50 الماكس 70. ثلاثة مرات نجي على فاتورة الماء. ما بعثوليش فاتورة، كونتور راكب من شهر فيفري. ما يساعدنيش باش تجي مع بعضها. الوضوح في معالم فاتورة الماء من أبرز الشروط التي يطالب بها المواطن لتفادي الاتهامات الموجهة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.